السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات المنتسبين قناة كريم كسري. مرحبا بكم يا مجدي. في هذا الفيديو غادي نوصل واحد الميساج إن شاء الله للإخوان ديالنا اللي في المغرب بصفة عامة، ونتمنى أن التوعية تكون على أوسع نطاق. في الحقيقة في الأول هنا في إسبانيا من يدخل عندنا هذا المرض كنا خايفين على راسنا، وغادا والحالات كتزاد وحنا مازال خايفين، ولكن من يوصل وقاس بلادنا ولينا نخافوا على بلادنا اكثر من لينا نولي نخافوا على راسنا. وهذا الشيء كيشطرني فيه الراي الجاليه المغربيه كامله بصفه عامه، لا الجاليه اللي في اسبانيا ولا في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في المانيا، جميع الجاليه المغربيه اللي كتعيش في الخارج. طبعا الحال هاد الناس هادو عندهم عائلتهم، والديهم، خوتهم، املاكهم، كل ما يربطهم ببلدهم الاول بطبيعه الحال، هاد الشيء كتعرفوه كاملين. فمني قاسنا المرض كنا خايفين على راسنا، ولكن فاش وصل لبلادنا ولينا نخافوا على بلادنا اكثر من لينا نخافوا على راسنا، واخا حنا عايشين فيه. حنا دابا في حظر صحي، انا دابا في الدار كما كتشوفوا هنا في البيت، ما قدرش نخرج، يعني ما منوع لي اني نخرج الا فقط الا غادي نمشي نقضي شي حاجه، نمشي للسوبر مارشي او لا نمشي نشري شي دواء، لا اقل ولا اكثر. ما نقدرش نخرج ندور مثلا هيا جرده حدايا هنايا او البحر حدايا هنا، ما غاديش نقدر نخرج نتسارى، لان شنو غادي يعطوني مولطه، ومولطه كبيره بزاف، فحظر صحي. مع ذلك كنقول الحمد لله، وكما كان الحال الامور راها شيئا ما يعني كونترولاو، واخا في مدريد كيعيشوا حاله صعبه وصعبه بزاف كما كتشوفوا في الاخبار كاملين بكم. مدريد يعني اكبر منطقه متضرره بهذا المرض الخطير، والله يفك وحيلهم مساكن والله يحد الباس. فدابا حنا كنعيشوا في هذه الحاله وكنشوفوها يوميا، والاخبار ليل نهار في هذا الموضوع هذا ما كتزولش. ومع ذلك كيف ما كان الحال يعني مستقرين شيئا ما، واخا عوبياوس، واخا مقناطين، واخا واقفين من الخدمه بزاف ديال الحوايج، ولكن كيف ما كان الحال يعني الوضع شيئا ما مطمئن واحد الناحيه، ماشي بزاف ولكن واحد الناحيه. ولكن مني كتسمع بان في البلاد ديالك الام الاصل ديالك اللي كتنتمي ليه انه وصل الوباء لعندهم وغادي كينتشر شيئا فشيئا، فالخوف ديالنا ولا مضوبل، واللي نسينا دابا راسنا وبقينا نخافوا على بلادنا وعلى الناس اللي عندنا تما، الوالدين والاخوان والاحباب والصحاب وكل ما يربطنا بالبلد الاصل. علاش؟ اول حاجه كنخافوا حيت عندنا احباب ديالنا تما، ثاني حاجه كنخافوا على البلاد اللي كنتموا ليها بصفه عامه، لان الامكانيات ديال البلاد ديالنا ما قدراش تجيري مرض بحال هذا او لا وباء بحال هذا اللي هو خطير وخطر بزاف، واللي الا كثر غادي يسبب واحد الخطوره كبيره للاقتصاد والامه والشعب بصفه عامه، اللي غيكون اكبر متضرر، حيت الا تقاس الاقتصاد ديال البلاد مباشره غادي تقاس الشعب، والشعب لا يستطيع مقاومه. الناس كتعيش بنهار واحد، الناس كتعيش نهار بنهار، الناس خدامين ب 50 درهم و 100 درهم في النهار، يعني كتعيش نهار بنهار. دابا الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه اجراءات مزيانه، انها تسد القهاوي وتسد المحلات وتسد كل شيء، ولكن راه في نفس الوقت راه ماشي مزيانه، يعني الناس اللي كانوا كيعيشوا من ديك الخدمه ديالهم، الناس كانت كتعيش نهار بنهار، كتخدم 100 درهم، هذيك 100 درهم هي اللي كتشدها وهي اللي كتغسطيها في ذاك النهار الثاني، يعني كتعيش نهار بنهار، ما كاينش واحد التوفير، ما كاينش واحد الصندوق مثلا، وحتى استغفر الله حتى الدولة بصفة عامة ما غاداش يتخصص لهم واحد الصالير أو لا، يعني غادي يبقاو تما أبوندوناغس، ما غادي يسول فيهم حتى شي واحد، حتى ولا كانت شي إجراءات من طرف الدولة غادي تكون إجراءات يعني ضئيلة وما غادي دير حتى شي حاجة، لأن الإمكانيات العامة ديال البلد لا تسمح. هذا مشكل، ومشكل كبير وكبير بزاف، من الحوايج اللي كتخليك تخاف على البلاد وعلى الناس ديالك اللي عندك تما، والناس اللي كاين بصفه عامه، سواء كانوا احبابك وعائلتك ولا حتى الناس ديال بلادك، لان في ما كان بغى يكون في مراكش ولا في طنجه ولا في مكناس ولا في اكادير ولا في ما بغى يكون، كيبقى المشكل مشكل عام وكيبقاو فيك الناس كاملين، لان غادي يتقاسوا كاملين، وما نبغوا الضروره حتى شي واحد، الله يحسن العوان حتى شي واحد، وكنقدروا الوضعيه ديال الانسان اللي كيكون فقير، الله يحسن العوان. الانسان اللي عنده واحد الفندق وعنده واحد واحد العدد ديال الفلوس مخبعه في الدار كيقدر ياخذ منا وياكل منا، هذاك لا خوف عليه حتى هذه ازمه وغادي تفوت. ولكن المشكله في هذوك الناس هذوك اللي مثلا كيعيش في ذاك النهار، دابا غدا صبح واقف اش غادي يدير؟ ما عنده ما يدير، يعني ولينا كنخافوا دابا نسينا راسنا، ولينا كنخافوا على بلادنا انها تبقى يعني محميه ان شاء الله، نتمنى وانا يكون بلد امن، وان هذا الوباء ما ياخذش حقه من البلاد ديالنا، يا ربي امين يا رب، دعيو مع البلاد ليل نهار الاخوان، لان بلادنا راها ضعيفه وما غاديش يتقد بهذا المشكل هذا. الناس اللي كيقول لك اخبار يعني مخيفه او هذه، من الاحسن انني نخوفك قبل ما ان حتى يوقع فاس في الراس ويلا الله يعطيه. دابا الطلب الوحيد والكبير اللي كنطلبوه من الناس كاملين، واللي كيطلبوه الحكومه والناس
كل شيء كيطلب الوقايه 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 ثم الوقايه، يعني اجلس في دارك الوقايه. كل ما قديتي تجلس في دارك ما تخرجش، كل ما مزيان كل ما الوضع كيكون محتوي والوباء ما كيكثرش. مؤخرا ولينا كنشوفوا ان الناس ولاو كيطيحوا في المغرب، هادشي هذا ما كناش كنشوفوا دي شحال. دابا ملي كتهضر على شي موضوع بحال هكا كتقول لهم بان الناس كيطيحوا بهذا المرض في الشارع، كيقول لك هذاك راه مريض بالسكر، واحد يقول لك هذاك طاح له الطونسيو. علاش قبل ما كناش نشوفوا هذه الحالات هادو؟ لنفرض ان الحاله الاولى كان بالسكر، الحاله الثانيه واش كذلك عاوتاني السكر؟ او شفنا بنادم طاح في تطوان وفي الرباط وفي كازا، بنادم كيطيح، ولا مؤخرا في طنجه بنادم ولا كيطيح في الشارع، والناس كتصور هاد الحالات هادوك الناس كيطيح في الشارع، دليل على ان هاد الوباء هذا غادي وكياخذ حقه من الاخوان ديالنا المغاربه اللي في البلاد اللي في المغرب. يعني الوضع الاخوان خطير ولا يستهان به. لذلك كنعاودوها وكنقولوها في 100 الف فيديو في فلطه، الا كان خصنا نديروا 10 ولا 20 فيديو هذا الموضوع هذا نديروا اكثر، لان الوضع خطير خصكم تكونوا كتاخذوه بجديه وبجديه تامه. حاولوا ما تخرجوش، حاولوا ما تسالموش، حاولوا ما ديروش المناسبات، حاولوا ما ديروش التكتل التجمعات، لان هذا الوباء هذا راه غادي وكيقضي على دول عظمى، ما بالك دوله بحال البلاد ديالنا. الاخوان هذا دابا الاجراءات راه اتخذت من طرف الدوله، بقى المواطن خصو يساهم من الناحيه ديالو. ولكن واحد الحاجه مهمه، دابا هذوك الناس اللي كنقولوا لهم جلسوا في داركم هو ما عندوش ما يصرف، يعني مشكل. فهذه دعوه الاخوان للتضامن، الناس كاملين اللي قد شي واحد يعاون شي واحد فممكن يقدم ليد المساعده ديالو ماديه او معنويه او باش ما كان. انسان دعوه للتضامن، انك شعب ان يتضامنوا. انا شفت بان واحد الاخ يعني في ايطاليا تكلم لواحد الموضوع بين الناس الجاليه في ايطاليا، والجاليه يعني كيساهموا بان الناس اللي كيعيشوا في المغرب للناس اللي كارين لهم تما في المغرب، انهم مثلا يسمحوا لهم بديك الشوره ديال الكرا، ويحاولوا مثلا يعاونوهم واحد الناحيه على الاقل يخفوا عليهم الضرر ديال هذه المساله ديال الكراء الى غير ذلك. والناس كتحاول ما امكن كدير واحد التجمع، وكتحاولوا ما امكن انه يصيفطوا واحد القدر ديال الفلوس للناس المتضررين. هذا الشيء ماشي جديد على الجاليه المغربيه بالخارج، لان هذا الشيء هذا معروف دائما وكلكم كتعرفوه. الجاليه المغربيه بالخارج كتمشي للخارج، ولكن كتساهم في الاقتصاد ديال البلاد وكتعاون ولاد البلاد كيف ما بغى يكون الحال. من هذه شحال من اي دائما كيساهموا في المساعدات بالنسبه للعيد الكبير، دائما كيساهموا مساعدات بالنسبه للناس اللي مرات، دائما كيساهموا مساعدات الناس اللي بغوا يديروا العمليات، دائما كيعاونوا الناس اللي في البلاد مهما يكون، سواء الجاليه الايطاليه ولا الفرنسيه ولا الاسبانيه ولا الانجليزيه ولا الامريكانيه ولا الكنديه. فيش ما بغى يكون اي مغربي متواجد في اي بقعه في العالم، ملي كيسمع شي حاجه على بلاده كتوجه واحد النداء، كينوض حتى هو وكيساهم وكيدير يدو حتى هو يد ديال الخير. هادشي راه معروف الاخوه من شحال، وكنتمناو دابا يكون داكشي اكثر من الاول. اللي عنده شي واحد مثلا من عائلته او لا جيرانه او لا عرف بانه وقف من الخدمه، كان خدام مثلا سيرفور في القهوه، او كان خدام في واحد المطعم، او كان خدام في واحد الاوتيل او شي محل تجاري، سد حاول ما امكن انه يتعاون معاه باش ما قدر بالقليل ولا بكثير. المهم الانسان يدير لي في جهده وصلت عن بما كي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الموضوع موضوع جدي، ولو كيتقاسموا معايا الاخوه بزاف هاد الفيديوهات ديال الناس ولو كيطيحوا، كيوصلوني فيديوهات ديال الناس كيطيحوا وكيوصلوني فيديوهات. وحد الاخت تقاسمت معايا واحد الفيديو ديال شي شينوا كيدوروا في السوبر مارشي، فبالضبط على ما كندور في مارجان ديال كاليفورنيا، لكن في منطقه كاليفورنيا في الدار البيضاء، ثلاثه ديال الشينوا كيديروا بحال هكا البزخ ديالهم وكيقيسوا البرودكتوس، كيقيسوا المواد باش ينشروا الوباء. الموضوع الاخوان لا يستهان به، خطير، فلهذا وجب الوقايه، الوقايه ثم الوقايه. ملي تمشي للسوبر مارشي تقدى المسائل كامله بالوانتيس، وفجي تحط المسائل ديالك، زول داك الوانتيس عاد طلع في الطوموبيل ديالك، يعني كل شيء يكون نقي. الوانتيس المره الاولى باش تقديتي، والوانتيس المره الثانيه باش غادي تمشى في الشارع. المهم حاول ما امكن يكون عندك جوج ولا ثلاثه ولا اربعه الوانتيس، فاش تخرج من الدار دير شي نشاط ولا دير شي تقضيه. حاول ما امكن اي سانسور غادي تطلع فيه يكون بالوانتيس، ومن بعد رميه. حاول ما امكن البلا غتفتحها افتحها بالكاغط. المهم تاخذ الاجراءات ديالك كامله، ما تضحكش وما تعتبرش الموضوع استهزاء او لا هادشي هذا غير هضره خاويه. لا، انت دير الاحتياطات ديالك الكامله، الدوله راه خدام الخدمه ديالها على الاقل. الوضع إذا كان أقل ضرر فهذا هو اللي كنبغيو. حنا
هنا في اسبانيا كيف ما كان الحال، الوزير الرئيس الحكومه الاسباني راه يلا خطب قبل قليل، غادي ندير لكم فيديو على مضمون ديال الخطاب وشنو الاجراءات التدابير اللي غتاخذها الحكومه في حق المواطن بصفه عامه. هو ملي كيتكلم المواطن بصفه عامه كيتكلم على الناس المهاجرين او للغير او للاسبان، يعني احنا كنعيشوا بحال بحال. فهي اجراءات جد مهمه واكبر، واول مره في التاريخ كي الحكومه الاسبانيه كتساهم بواحد القدر كبير ديال الفلوس من اجل يعني التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه، والمساهمه بقدر المستطاع للمواطن الاسباني واللي كيعيش في اسبانيا بصفه عامه باش ما يحسش بالضرر. كاينه تدابير واجراءات في مصلحه المواطنين اللي كيعيشون في اسبانيا. كيف ما كان الحال كيبقى عندنا واحد الامال، واحد شويه واحد الطمانينه من جانب ديال الدوله انها غادي تحمينا في هذا الموضوع، هذا ما غاديش نضيعوه في حقوق ديالنا، وغادي يعطينا مساعدات ماديه ومعنويه بين لم يفوت هذا المرض هذا، ومن بعد الدوله تبدا بنفس جديد وتتعلم من الاخطاء ديال الماضي. هادشي هذا غادي يكون صعيب على البلاد ديالنا، في البلاد ان الاجراءات بحال هكا يعني قاصحه، ويعني اموال طائله تحطت يعني في صالح الشعب الاسباني، ما غاديش المواطن المغربي يستفد منها، وما غاديش تكون عند الامكانيه الدوله باش انها ترضي وانها تولي تنوض الاقتصاد من جديد كما الاول، الا مشات حتى استمر الوضع كما هو عليه. يعني الا مشى استمر الوضع كما هو عليه الموضوع غادي يكون شويه خطير الاخوان. فالمرجو التوعيه ثم التوعيه، وحاولوا تاخذوا الموضوع بجديه الاخوان. الفيديو اللي غادي يجي من مور هذا الفيديو هذا مباشره غادي نتكلمكم على اهم التدابير والاجراءات اللي اخذتها الحكومه الاسبانيه في صالح المواطنين اللي كيعيشوا هنا في اسبانيا بصفه عامه، واهم التدابير واهم يعني الخلاصه ديال الخطاب ديال الرئيس، ويعني غنحاولوا ما امكن نهضروا على جميع الحاجيات باش الناس اللي ما كيفهموش مزيان اللغه الاسبانيه نعطيهم شرح مفصل على هذا الخطاب هذا، ويستافدوا كامل ان شاء الله كما العاده كما ولمناكم، يعني فيما كيكون شي جديد كنصايروا وكنقدموا لكم. تحيه لكم كاملين اخوان واخوات متتبعين قناه كريم كسري، عجبكم الفيديو ديرونا لايك، وتحيه لكم وشكرا للدعم المتواصل، والى الفيديو القادم وشكرا.